لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدنيا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقوع خميس تعرضنا كبير انتميلتي بلشان عطل ملكون لغاتي افرطا وهجرنا كبيرا سديد بلي ذو القعدة ويوها ويمرتني لها بعد ان كان مغرم غرو ولنك سمر شوشيو يمرتني ان شاء الله حبي الله رب صلى الله عليه وسلم مركز ان شاء الله كل انتيار دي مركز ندعو دونت ان شاء الله ساسا ان شاء الله ان شاء الله معنا قوك سيدا بيدا عبابة السلسة ان شاء الله جرت ان شاء الله في دنيا الكريم وكر معنا كان الجروب عارو كرداسا كل قفن كردار ملا حبي الله يارد كل دانس تسنى ومعنا شوشوه هدي الله إن شاء الله بإذن الله الكريم من القرآن إلى الكلام يا قنوعين يا فضان هدي الله المالك وعدما أهل القرآن إيه مرك إن شاء الله ساسر وياسا هدي الله إلهي أرد دعوة الشر وعن هل شر قرأيوي معناها الخير كعرفة فيه إن شاء الله صدق بدن أهل الخير بدن دير خير ما نسي نسي ما سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا برحمتك في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن فينا غير آمين رب تداركنا بالتوفيق ونجنا الشيطان الرجيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما لكل شيء فخذها
فاصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في لهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أدخلنا في رحمتك إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الأعداء يا
واغفر لي ولي أخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة في الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من يشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي كلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمنون